يتحكم طلوع الشمس وغروبها في الكثير من طقوسنا اليومية منذ تناولنا الإفطار في الصباح وعندما نخلد إلى النوم في المساء. ولكن ماذا نفعل لو لم تشرق الشمس على الإطلاق أو لم تغرب مطلقا؟ هذا ما يعيشه سنويا كثير من سكان العالم. إليكم 10 مدن حول العالم لا ترى الشمس لشهور طويلة، أو أحيانا أخرى تظل في نهار دائم. غرينلاند. تعتبر غرينلاند من أكبر جزر العالم التي تقع في منطقتي المحيط الأطلنطي والقطب الشمالي، وتتصف تلك الجزيرة بعدم رؤية الشمس نهائياً إلا في فترة معينة من العام، تحديداً ما بين أواخر شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو فقط، ويطلق على تلك الظاهرة اسم شمس منتصف الليل، ففي هذه الجزيرة لا تشرق الشمس إلا في هذه الفترة من السنة. أيسلندا. إحدى الجزر التي تقع في أقصى الجهة الشمالية من المحيط الأطلسي، تحديداً عند المنطقة الحدودية من الدائرة القطبية الشمالية، وتصل عدد الساعات ليلاً في فصل الشتاء إلى حوالي 20 ساعة، بينما تظهر الشمس 4 ساعات فقط، بينما في فصل الصيف تصل عدد ساعات النهار إلى 22 ساعة. قرية فيغانيلا. إحدى القرى الإيطالية التي تغيب عنها الشمس تماماً كل عام من 15 من شهر نوفمبر إلى أوائل شهر فبراير، وكان من أحد أسباب تلك الظاهرة فيها هو موقعها الذي يتواجد أسفل أحد الوديان العميقة، حيث يحيط بها من جميع جوانبها الجبال الشاهقة. وقد توصل أهالي القرية إلى حل لتلك المشكلة في عام 2006 من خلال استخدام العديد من المرايا الضخمة التي تعكس أشعة الشمس بشكل مباشر إلى الأسفل. قرية راجوكان. الأمر ذاته يحدث مع قرية راجوكان النرويجية المحاطة بتلال ومرتفعات كافية لحجب الشمس عن هذه القرية التي يقطنها 3500 شخص لسبعة أشهر بين سبتمبر ومارس من كل عام. وحذت المدينة حذو سابقتها الإيطالية، فكان سكانها على موعد مع ضوء الشمس في شتاء عام 2013 بفضل مرايا ضخمة مثبتة في التلال المجاورة المطلة عليها. ألاسكا. أطلق عليها سكانها الأصليون الأرض العظيمة، وكذلك بلد التناقضات، وهي بلد باردة جدا، حيث سجلت أدنى درجة حرارة بلغت 61 درجة تحت الصفر، وتشهد هي الأخرى ظاهرة شمس منتصف النهار، فتقضي 6 أشهر في النهار فقط ومثلهم ليلا فقط. مدينة مورمانسك. مدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 310,000 نسمة. تدخل المدينة ضمن ظاهرة طبيعية يطلق عليها اسم الليل القطبي، حيث تتوقف الشمس عن الظهور في سماء المنطقة لقرابة شهر ونصف، بداية من يوم 2 ديسمبر إلى 11 يناير، وتعتبر حالة المدينة أفضل من غيرها من المناطق القطبية التي تستمر فيها تلك الظاهرة لقرابة نصف عام. ورغم هذه الظروف، فسكان المدينة يمارسون حياتهم الطبيعية في فترة غياب الشمس على الأضواء الصناعية فقط، ومعظم سكانها يعملون في مجال صيد الأسماك وتعليبها ثم تصديرها، إضافة إلى صناعة بناء السفن. بلاد الأسكيمو. تظهر الشمس في هذه المنطقة من العالم لفترات قليلة في فصل الصيف، حيث تشرق الشمس طوال اليوم، بينما مع قدوم فصل الشتاء تأتي فترات طويلة لا تشرق فيها الشمس نهائياً على مدار اليوم بأكمله، كما تتميز تلك البلاد بالبرودة الشديدة على مدار العام. فنلندا. تقع فنلندا في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا، وتقع منطقة شمس منتصف الليل في شمالها، فيطول النهار في فصل الصيف، وتزداد أيام الشمس المتصلة كلما اقتربنا من القطب الشمالي لتصل إلى 2.5 شهر تقريبا. وفي الشتاء توجد فترات مماثلة من الظلام، حيث تغيب الشمس عن الشمال قرابة 2 شهر. السويد. مدينة أوميو في السويد لا ترى الشمس طوال فصل الشتاء، حيث يصودها الظلام الدامس على جميع مناطقها طوال اليوم. وقد تم مواجهة تلك المشكلة من خلال اتخاذ شركة الطاقة قراراً بتعريض المواطنين إلى بعض من الأشعة فوق البنفسجية تعويضاً لأجسامهم من النقص الذي يعانون منه في ظل غياب أشعة الشمس، حيث تم تشييد 30 محطة لتلك المهمة. لونجربيرن. أكبر مستوطنة نرويجية في القطب الشمالي، وتعتبر المدينة أهم بلدة شمالية في العالم، وتم اكتشاف البلدة من قبل الأمريكي جون لونجير الذي أسس فيها شركة القطب الشمالي للفحم عام 1906، فسميت البلدة على اسمه لونجربيرن. وهناك يعيش أكثر من 3000 دب قطبية، ولا تشرق الشمس فيها لمدة 4 أشهر، فغروب الشمس الأخير في كل عام يكون في 25 تشرين الأول، ولا تشرق فوق الأفق لمدة 4 أشهر
لتعود للظهور رسميا في الثامن من آذار.